طبعا المرور يؤدون واجب وطني وخدمة للبلد وللمواطن، تنظيم المرور، تنظيم السير، حفاظ على أرواح العالم، حفاظ على سياراتنا، لأنه لو المرور كان هسه تلقى الازدحامات وتلقى مشاكل طلائب. بالنسبة للقرار الفردي والزوجي، والله أنا أشوفه زين ومو زين. زين من ناحية لأنه وضع البلد، وضع الأمني، الوضع الاقتصادي، كثرة السيارات، شوارعنا لحد الآن ما تحدثت من الستينات ومن السبعينات، فما صار بها تحديث للشوارع، وصار استيراد سيارات بكثرة أكثر من الشارع، أكثر من المطلوب، فلذلك صار زخم. فلذلك الزوجي والفردي يفيد. الشغلة الثانية اللي ما يفيد شنو؟ أنا عندي سيارة، صاحب عمل، أبدأ أطلع العمل مالي، يعني يصير يوم أروح بسيارتي ويوم الأخ بيش أروح؟ ما متعلم مثلا أروح بتاكسي أو بس بالكوستر أو أروح ويا جيراني. فبي إيجابيات وبي سلبيات. والله هو الظاهر فائدة القرار هذا أول شيء حتى يقل الزخم، الأجهزة الأمنية تقدر تأخذ حرياتها بالعمل، هذا الزين اللي بيه. قصدك وصل بعد. احنا طبعا مو ويا القرار الفردي والزوجي، لان هو اول شيء مضار بالانسان، زين. يعني مثلا عنده مريض يريد يطلع وسيارته فردي وبيوم الزوجي، زين، يعني غرامته ليش يعني؟ زين، يعني هاي فد اذيه للانسان، قرار اذيه على الانسان، لان اكو ناس مثلا بالخصوص سيارته الخصوص يشتغل تاكسي، زين، هذا هسه لا هو راح يصير فردي وزوجي راح يشتغل له بس 15 يوم بالشهر، هو عنده ايجار ومصرف بيت، شو راح يعيش هذا؟ زين، هو طبعا هذا مو وقته هسه الفردي والزوجي، زين، العالم كلها تعبانه وطالع على عيشتها، يعني ما اعرف شلون اتخذوا هذا القرار، شلون اتخذوه ما اعرف، زين، ومو مصير، يعني مو بوقته اجاب، مو بوقته. اكثريه بالمواقع التواصل الاجتماعي، زين، هذا القرار كلش مسيء وكلش متدمرين من عند العالم، زين، وما بي فائده بس مضره، زين، يعني ما شوف القرار هذا اللي اتخذوه على اساس اتخذوه ما اعرف. حجينا راح اسوي لك غرامه تدفعها مقر قاطع، قاطع مرور الاعظميه، وترجع نعطيك السنويه مالتك. خادم ربوي، والله في مساوئ وفي محاسن. المحاسن مالته انه يخفف من الازدحام، والمساوئ اكو يعني هسه من الناس اشتغل تاكسي بيها، يعني يوم اللي اقعد يوم عائلتي ما تاكل، يعني ثاني يوم اشتغل وتبدا تشوف عينك الازدحام والوضعية. انا ضد هذا القرار لانه اصلا ما يخفف من كم الازدحام ولا، لانه اللي يطلع عنده باجي يطلع بالمنطقه مالته، يطلع بالشارع يفتر، يطلع الشارع يقول لك تزني المفرسه، تزني ما تزني انا اطلع بالشارع.